حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الدكتورة ابتسام الدلال، عضو مجلس الشورى ورئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل في مجلس الشورى. مساء الخير دكتورة، في نشرة الثالثة نشكركم على قبول الدعوة. المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، بمقتضى هذا التشريع الجديد فإنه يحظر التمييز في الأجور بين الرجل والمرأة، يقدم هذا التشريع ضمانة قانونية للمساواة في الأجور بين الجنسين، ما يعد يعني تعزيزا مهما في مجال حقوق الإنسان بالنسبة لمملكة البحرين. حدثينا عن أهمية هذا التشريع فيما يتعلق بدور ومكانة مملكة البحرين على المستوى الدولي. أكيد، بداية أود أن أشكر طبعا تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة، وهي راح تمكننا طبعا احنا في السلطة التشريعية بأنه نعبر عن فخرنا واعتزازنا بالرؤية الملكية والإرادة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بأنه البحرين تكون من الدول اللي تأخذ بالإجراءات السباقية على مستوى العالم في مجال إرساء مبادئ وأسس المساواة بين الرجل والمرأة وتحقيق أيضا تكافؤ الفرص، وذلك من خلال منظومة تشريعية متكاملة تتفق هذه المنظومة مع الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وأيضا تلبي متطلبات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. طبعا نحن نشيد في السلطة التشريعية بإصدار جلالة الملك المفدى المرسوم بقانون رقم 16 مثل ما ذكرت لسنة 21 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، واللي تضمن إضافة نوعية وعصرية تمثلت في إضافة فقرة قانونية مهمة جدا تنص على حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية. وأيضا نحن في السلطة التشريعية نقدر عاليا الاستجابة والمساندة المعهودة من قبل أيضا الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد رئيس الوزراء في تطبيق الرؤى الملكية وتفعيل أيضا التشريعات الوطنية ضمن خطط وبرامج عمل الحكومة. لابد من الإشارة هنا إلى الدور المهم اللي يطلع به المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى حفظهما الله ورعاهما، واللي أسهم هذا المجلس أسهم على مدى 20 عام من تأسيسه في وضع الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة من خلال دعمه ومساندته للعمل المشترك في إصدار التشريعات والقوانين جميعها اللي تعزز مكانة المرأة ودورها الريادي. طبعا هذا المرسوم رقم 16 سوف يكرس حقوق المرأة البحرينية العاملة، راح يعزز من دورها ومبادراتها الريادية في قطاعات العمل المتنوعة خاصة في القطاعات الإنتاجية، وأيضا يعد برأينا حافز نحو المزيد من البذل والعطاء فضلا عن كونه أيضا هو غطاء حمائي لحقوق المرأة خلال ممارسة العمل يوم، مؤصل لاعتبارها عنصر أساسي لا غنى عنه في عملية التنمية الشاملة تشهدها مملكة البحرين. طبعا بهذا نكون نحن جميعا متجهين نحو الرؤية الاقتصادية أو الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية لعام 2030. أهمية هذا المرسوم أيضا تكمن في حالة التطوير المستمرة للتشريعات النافذة المتعلقة بترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص للمرأة البحرينية، وأيضا إرساء قواعد رصينة تضمن استمرار مملكة البحرين في دعم وتقدم المرأة من خلال أطر وأدوات قانونية تعكس الإصرار على دفعها لتلعب دور محوري في المجتمع. هذا المرسوم أيضا برأينا أنه يعزز من مؤشرات وضع البحرين على المستوى الدولي، سوف يرفع حتما من مؤشرات البحرين على المستوى الدولي، وهذا بالطبع شيء في غاية الأهمية. نعم، الدكتورة ابتسام الدلال عضو مجلس الشورى رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل في مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.